قليل من الآن وصل المستشفى الأهلي العربي جثمان شهيدين متحللة، حيث استطاع عدد من الفلسطينيين الوصول إلى مفترق الكويت في المناطق الجنوبية الشرقية في حي الزيتون، وانتشلوا جثامين اثنين من الشهداء الذين قد تعرضوا إلى الاستشهاد خلال الأيام الفائتة. وبناء على الجثث التي تم نقلها من تلك المنطقة، جثث عبارة عن جثث متحللة، وأجزاء من الشهداء قد تحلت وكلتها الكلاب الضالة نتيجة عدم تمكن الطواقم الطبية وحتى الفلسطينيين الوصول لهؤلاء الشهداء الذين التقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة في تلك المناطق خلال الأيام الفائتة. أيضا فجر هذا اليوم كانت هناك سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية في مدينة غزة وأحيائها، كان هناك 5 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزل يعود لعائلة شلدان في محيط ملعب اليرموك تحديدا في منطقة الصحابة وسط مدينة غزة. كذلك كان هناك شهيد على الأقل وعدد من الجرحى نتيجة غارة إسرائيلية أخرى استهدفت منزل يعود لعائلة ريان تحديدا في شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وكذلك كان هناك استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر هذا اليوم بمنزل بجوار مدرسة الماجدة تحديدا وسيلة وسطة مدينة غزة، ولا يوجد كان إصابات في صفوف المواطنين نتيجة أن هذا المنزل كان مخلاة من قبل المواطنين. أيضا عمليات القصف المدفع والغارات الإسرائيلية تتجدد بين حين وآخر تحديدا في شارع رقم 8 ومحيط منطقة أبو شريعة تحديدا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، حيث تواصل المدفعية الإسرائيلية استهدافها مناطق متفرقة من تلك المنطقة، مع العلم أن حتى هذه اللحظة هناك آليات عسكرية وقوات جيش إسرائيلية تتواجد خلف وفي محيط الكلية الجامعية الواقع ما بين شارع رقم 8 و9 والقريبة جدا من شارع رقم 10 الذي تتواجد فيه القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. وكذلك شمال القطاع كان قد شهد الليلة الماضية استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية والغارات وكذلك المدفعية الإسرائيلية للسيما في ظل التهديدات الإسرائيلية ومطالبة الجيش الإسرائيلي من سكان بلدة بيت حانون وبيت لاهية والشيخ زايد وغيرها من المناطق بالخروج والنزوح من تلك المنطقة والتوجه إلى وسط مدينة غزة، باعتبار أنها تلك المناطق مناطق خطيرة وتتعرض إلى استهدافات وهناك عمليات متوقعة لقوات الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة. ولكن الفلسطينيون نتيجة عمليات النزوح المتكررة من منطقة إلى أخرى وكل المناطق في مدينة غزة وشمال القطاع هي عرضة للاستهدافات الإسرائيلية، كثير من الأسر الفلسطينية في تلك المناطق اضطروا على البقاء وعدم النزوح من مراكز الإيواء أو حتى من منازلهم التي تعرضت إلى أضرار بليغة وكذلك تدمير كافة المباني في تلك المنطقة، بمعنى أن كافة مدينة غزة وشمال القطاع هو عرضة للاستهدافات الإسرائيلية. وفي حال عملية النزوح المتواصل هذا سيسبب عملية صعبة، وفي ظل الأوضاع الإنسانية السيئة والمعيشية والوضع الاقتصادي السيء الذي يعصف بآلاف من الأسر الفلسطينية هنا في مدينة غزة وشمال القطاع، الغارات الإسرائيلية تتجدد، الاستهدافات متواصلة بحق الفلسطينيين. حتى هذه اللحظة هناك عدد من الشهداء لا زالوا يتواجدون في محيط منطقة أو دوار الكويت في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، لا يستطيع المواطنون الوصول إلى تلك المناطق لأن كل الفلسطينيين وحتى الطواقم الطبية والدفاع المدني الذي يريد أن ينتشر جثامين الشهداء الملقاة في تلك المنطقة، سواء كان من المواطنين الذين كانوا في طريقهم إلى النزوح إلى الوسط وجنوب مدينة غزة والذين تعرضوا للاستهدافات الإسرائيلية، إطلاق الرصاص عليهم من قبل الطائرات المسيرة من نوع كواد سكابتر وكذلك الآليات العسكرية المتواجدة في تلك المنطقة.